التفت إلى دقة التعبير. الإمام يقول من عرف، المعرفة أمر علمي، أمر إدراكي، أمر استيعابي. يقول من عرف فاطمة فقد أدرك، والإدراك أمر عملي. كيف تكون المعرفة مقدمة للإدراك؟ إنزين، الآن إذا جئنا وطرحنا هذا التساؤل، ذكر الزهراء من باب المثال كما يقولون، من باب الطريقية، يعني أيضا بإمكاننا أن نقول من عرف عليا فقد أدرك ليلة القدر. لذا قلنا قبل قليل الارتباط بين التوحيد والولاية من الأمور والإشارات الموجودة في الروايات. هذه الآية المباركة التي تقول وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن، بأن النبي صلى الله عليه وآله رأى رؤيا بأن القردة تنزو على منبره، فتأذى النبي صلى الله عليه وآله، حتى تعرف الارتباط بين التوحيد والولاية. تأذى النبي، هذا مقام الخلافة مقام إلهي، فكيف يتعدى عليه؟ فبشره الله بالكوثر، إنا أعطيناك الكوثر، وفي بعض الروايات بشره بليلة القدر. لذا تقول الآية إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر. كما قلنا من عرف فاطمة فقد أدرك ليلة القدر. فاطمة من باب المثال، من عرف عليا فقد أدرك ليلة القدر. والنبي شو يقول؟ يا علي لا يعرفك إلا الله وأنا. إذن المعرفة غير متحققة، فكيف تدرك ليلة القدر؟ لأن إدراك ليلة القدر أمر يتوقف على المعرفة. هنا يطرح الإشكال، إذا كانت المعرفة مستحيلة بالتالي ليس للإنسان أن يدرك ليلة القدر، إذن ما هي ثمرة ليلة القدر؟ واضح لو لا؟ هذا الكلام دقيق. ها أنت تقول بأن المعرفة، معرفة الحجة الإمام الإلهية، إذا تحققت تحقق إدراك ليلة القدر. النبي يقول يا علي لا يعرفك إلا الله وأنا. إذن إدراك ليلة القدر ليس بالأمر الميسور. قد يقول قائل إذن تشريع ليلة القدر للناس للمجتمع أمر لغو، لأن ليس بالإمكان أن يصل إليه الإنسان. نقول المعرفة على قسمين، عندنا معرفة إجمالية، يعني أن الإنسان يتعرف على أهل البيت عليهم السلام بصورة إجمالية، فضائل أهل البيت، خصائص أهل البيت، هذه المعرفة ممكنة للإنسان العادي غير المعصوم. لكن عندنا معرفة تفصيلية، المعرفة التفصيلية هي مستحيلة على الإنسان العادي، بل تحتاج إلى فهم وإدراك المعصوم. إذن الإنسان الموالي لأهل البيت قد يعرف شيئا من أهل البيت، بالتالي بمقدار ما يعرف يحصل على إفاضات ليلة القدر بمقدار المعرفة. انت شقد تعرف عن اهل البيت؟ بمعنى ما هو مدى تعلقك باهل البيت؟ بمقدار هذا التعلق تعطى من ليلة القدر.